في الذكرى الثانية لثورة 25 من يناير تصاعدت أعمال العنف في مناطق مختلفة بالقاهرة والمحافظات، مما أدى لسقوط عشرات الضحايا قتلى ومصابين بين صفوف قوات الأمن والمتظاهرين. ومؤخرا اشتدت وتيرة العنف في البلاد، وتعرض قصر الاتحادية ومقار عدد من المحافظات وأقسام الشرطة لمحاولات اقتحام وأعمال تخريب، ولم تنجح المبادرات التي أطلقتها أغلب القوى السياسية والأزهر الشريف في وقف العنف. وبالأمس خرج الآلاف من المنتمين لتيار الإسلام السياسي في مظاهرة حاشدة تحت شعار معا ضد العنف. وفي نفس التوقيت نظم الآلاف وقفات احتجاجية أمام قصر القبة وفي عدد من المحافظات، وسرعان ما تجددت أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط قتيل و125 مصابا. على مدار الأسابيع الماضية لم تنجح المبادرات في وقف العنف، وبالأمس فشلت المظاهرات الداعية للهدوء في منع الاشتباكات. ليبقى السؤال، كيف يتوقف العنف في الشارع؟ ومن يحقن دماء المصريين؟ لمناقشة قضية اليوم يشرفني أن يكون معي في الاستوديو من اليسار حسب ترتيب جلوسهم الدكتور حلمي الجزار القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة. مساء الخير يا دكتور، السلام عليكم. أيضا يشرفني أن يكون معنا لأول مرة الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية. السلام عليكم يا دكتور، وسعداء بوجود حضرتك معنا. ومن اليمين معي الزميلين العزيزين الدكتور معتز عبد الفتاح المحلل السياسي للبرنامج، والدكتور عمرو حمزاوي عضو جبهة الإنقاذ الوطني. أهلا دكتور. تخي يا عم. احنا سعداء بوجودكم. نبدأ بالدكتور معتز، ما هي صورة العنف الحالي وكيف وصلنا إليه من وجهة نظر حضرتك؟ نقدر نقول انه احنا وقعنا في فخ متعدد الطوابق، عامل كده زي الاسانسير اللي احنا بدأنا بانقسام، طبعا بدأنا بوحدة ضد نظام مبارك في 18 يوم، وبعدين حصل انقسام، انقسام تطور لاستقطاب، والاستقطاب تطور لاحتقان، والاحتقان بياخد درجات بقى من الارتفاع والهبوط من الغليان، عارف حضرتك هتوصل لمية وفوق المية وبعدين تنزل تاني، توصل فوق المية وفوق المية وتنزل تاني. يعني بس الحقيقة ده مش مؤشر إيجابي، يعني نزوله في حد ذاته مش بالضرورة معناه انه الغليان ده يعني هينتهي، وانما معناه ان اسبابه بتظهر وتختفي، ولكن لا تزال اسباب الاحتقان ومن ثم الاستقطاب ومن ثم الانقسام موجود. بياخد بقى العنف اشكال مختلفه. العنف المبدئي كده هو العنف الذهني اللي عندنا في الصوره الذهنيه عن الاخرين، بانهم يعني شياطين، سرقوا الثورة، استبدلنا مبارك بمبارك جديد، واستبدلنا حزب وطني بحزب وطني جديد، وندخل في هذه المسألة. في ناس لا شك انها خايفة، مش بس مسألة سياسية، ولكن حاسة انه اللايف ستايل بتاعها، اسلوب حياتها هيتغير، انه البنت مش هتقدر تمشي في الشارع زي ما كانت بتمشي قبل من كده، الناس اللي بتعمل بيزنس او اللي بتعمل رجال الاعمال سواء حتى المتوسطين او الكبار مش هيقدر يعمل بيزنس بنفس الطريقة. في تساؤلات بشأن الكفاءات والمهارات والقدرات المتوفرة عند من سيحكمون، لا سيما ان احنا بنتكلم عن فترة طويلة من غياب المنتمين للتيار المحافظ دينيا عن المراكز الكبرى في البلد، فمفاتيح البلد مش في ايديهم. طبعا في خوف من نظريه الاخوانه والسلفنه والمساله ديت، انه في اعقاب كل ثوره بيكون في محاوله، لانه هم الليبراليين والقوميين والاشتراكيين، هو خوف كمان من اخواننا المسيحيين، يعني في خوف على مستويات مختلفه. ده ناتج عن ايه؟ ده ناتج عن ان في فجوه كبيره بقى، فجوه دي ما بين ما يسمى بالشرعيه الانتخابيه والشرعيه الثوريه. الشرعيه الانتخابيه ادت لنتيجه مختلفه عن النتيجه اللي كانت تتمناها الشرعيه الثوريه، ويتزال طبعا الكلام يعني محتاج لمزيد من الضبط، انما لا شك ان الناس بتنزل في الشارع، جزء منها بتفكر بهذه الطريقه. في كمان فجوه تانية بين النخب والجماهير، النخب مش قادره تسيطر على الجماهير، بس في بعض الاحيان النخب بتحاول انها تركب موجات الاحتجاج الجماهيريه، فمبقاش بنتكلم عن رجال دوله، بنتكلم عن ناس بتتاجر بالمواقف، ودي مشكله تانية. احنا بنقول عندنا نوع من
نوع من الغضب الثوري، لكن بيترجم في احيان كثيره بدل ما نضبطه ونحاول ان احنا نوجهه في الاتجاه الصحيح، في ناس بتحاول انها تزايد عليه، وده من الاطراف المختلفه. في كمان فجوه ثالثه، وهي فجوه لا تقل اهميه، فجوه ما بين الوعود والنتائج او الوعود والواقع، لانه الكلام كان قبل الانتخابات الرئاسيه تحديدا، الحقيقه الكلام بقى من ايام الثوره اصلا، من ايام ال 70 مليار دولار بتوع مبارك اللي هيرجعوا، والفساد اللي لما نقضي عليه هنعيش في بحبوحه من الحياه الرغده الى اخره. كل ده طبعا بيتبين النهارده انه غير صحيح. وبيضاف لكده كمان انه في فجوه رابعه ولا تقل اهميه، هي الفجوه ما بين اللي بيحكم واللي بيعارض. ان واضح انه نقاط الالتقاء كان الناس بتقدف ضد بعضها، فالمركب واقفه مكانها وربما حتى بتتراجع، وبالتالي فبقى في خوف حقيقي ان الثوره كانت قفزه في الظلام، لانه عدم قدرتنا على اداره ما بعد الثوره بيؤكد اذا احنا يعني اخطانا في قرار الثوره. والناس بتتكلم ده ربما اكثر الناس المنتمين للنظام السابق، ومعهم قطاع من الناس اللي يعني بنسموه حزب الكنبه او ناس غير المسيسين، لا تنتمي للطبقه السياسيه ولا تنتمي للنخبه السياسيه، هو المواطن العادي ابتدى يقول اذا احنا ما كناش المفروض نعمل الثوره بالطريقه دي، او ربما احنا اخطانا في دعم الثوره في فتره ما. كل ده بيؤكد على انه المركب بلا قائد واحد او بلا قياده جماعيه، في ناس مش عارفه تشتغل مع بعضها، في وضع اقتصادي صعب وبيزداد سوءا، في احساس متزايد بانه كل طرف بيناكف وبيصارع الطرف الاخر، والبديل انه الطرف الثاني ما يفوزش بالجائزه وهي مصر. فبالتالي انا ما بقتش بالنسبه لي ان انا اخدم مصر، انا بالنسبه لي ان الطرف الثاني ما ياخدش مصر سليمه، ياخدها فيها عيب شديد يخليني اعرف امنع الاخر من الفوز، يعني امنع الاخر من الفوز، اعطله اكتر ما انا احاول اني اتعاون معاه. طبعا المناخ ده غير صحي، وبيترتب عليه هذه الموجات من العنف اللي واضح ان احنا ما بنعالجش اسبابها، احنا فقط بنتعامل مع نتائجها. دكتور عمرو نفس السؤال. نعم، اشكرك يا عماد. ابدا بالتمييز بين مستويات ثلاثة، أعتقد أن كل مستوى هام جدا للتعامل مع مضمونه فيما خص ظاهرة العنف. المؤكد أن أنا أمام ظاهرة عنف تتصاعد وبتشكل مجموعة مركبة من المخاطر التي تتعرض لها الدولة ويتعرض لها المجتمع في مصر، وأنت ألمحت لمجموعة المخاطر هذه في المقدمة. ظاهرة العنف أعتقد أن من الأفضل مقاربتها بالتمييز بين مستويات ثلاثة. المستوى الأول هو أن ظاهرة العنف بتأتي مرتبطة بتراجع إن لم يكن تفتت مؤسسات الدولة، تراجع أداء مؤسسات الدولة، تفتت مؤسسات الدولة. وهذا الأمر البعض بيعبر عنه بانهيار هيبة الدولة، البعض بيعبر عنه بانهيار سلطة الدولة، لكن جوهر الأمر هو أن أداء مؤسسات الدولة يتراجع. فلا المؤسسة الأمنية بتقوم بالمنتظر منها أن تقدم الحماية للمواطنين وللمنشآت العامة والخاصة مع احترام حقوق الإنسان، ولا المؤسسات الأخرى بتقدم الأداء المنتظر منها. فنصبح مع ظاهرة من العنف تأتي على خلفية تراجع وتفتت مؤسسات الدولة، وهذه مسألة خطيرة للغاية. إن استمرت بيفتح هذا الباب لسيناريو الدولة الفاشلة الذي تحدثنا عنه أكثر من مرة. المستوى الثاني إن ظاهرة العنف ترتبط بما أسميه عجز السياسة، وعلينا أن يعني ندقق في المفردات المستخدمة، لأن أنا أعتقد إن المسألة تجاوزت حالة احتقان وحالة استقطاب. السياسة بالحكم والمعارضة، بالسياسيين هنا وهناك، بالشخصيات العامة، بممارسي العمل السياسي، هذه المساحة المسمى بالسياسة تحولت إلى مساحة عاجزة، وعلينا أن نعترف بهذا. إن هدف السياسة هو تحقيق الصالح العام. الصالح العام بيعرف من جانب أحزاب وتيارات الإسلام السياسي ومن جانب القوى الأخرى باعتباره التوجه نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ثم يضاف إلى الأمرين مجموعة أخرى من الأمور، التقدم والتنمية، إحقاق الحق والعدالة وما إلى ذلك، لكن الأساس ديمقراطية وعدالة اجتماعية. نحن بعد عامين من الثورة، هذه المساحة المسمى بالسياسة لم تحقق هذه الأهداف، لم تبدأ في تحقيقها، بل على العكس الأمور بتسوء. والأخطر من هذا أن أدوات المساحة السياسية أصبحت أدوات شديدة المحدودية. عن أي أدوات نسمع الآن؟ نسمع عن دعوة إلى الحوار، نسمع عن تظاهر سلمي، الجميع يتظاهر، وكأن السياسة في مصر تختزل في أداتين رئيسيتين، دعوة للحوار وتظاهر، تنادي للتظاهر السلمي بغض النظر عن اليافطات. والأداة الثالثة هي أداة التشريع، يعني الإكثار من التشريعات والقوانين، وكأن القوانين هي التي
لها بمفردها أن تحل مشكلات المجتمع. إذا ما كانش دول هو كان لازم يكون في إيه؟ طبعا هناك الكثير من الأمور الأخرى. أنا أقول لك أن هناك المبادرة السياسية من جانب الحكم والمبادرة السياسية من جانب المعارضة، وهناك ما يسمى كبديل للحوار الوطني التفاوض من أجل وصول إلى حلول وسط وقواسم مشتركة، وهناك العمل السياسي على الأرض وبناء قواعد شعبية. يعني أدوات السياسة مختزلة والسياسة ككل لا تحقق الهدف منه، وبالتالي العنف يأتي على خلفية عجز السياسة، وهذا الأمر بات يشعر به المواطن العادي. وأنا لا أعتقد أن الدكتور حلمي ولا الدكتور نصر سيختلف معي عندما أقول أن الجميع يستوقفنا في شوارع العاصمة ويقول نحن لا نشعر بالرضا عن مجمل أداء الحياة السياسية في مصر. هذا الأمر يقال وبصياغات مختلفة، من هم مع جبهة الإنقاذ ومن هم ضد جبهة الإنقاذ. في حالة من عدم الرضا عند الناس لابد أن نتعامل معه. المستوى الثالث للعنف هو الانقسام المجتمعي، وهذا أمر خطير. والانقسام المجتمعي يرتبط جزئيا بما أشار إليه معتز من الفجوة بين ما يقدم وبين ثورة التوقعات المشروعة عند الناس. يا عماد بعد الثورة الناس كانت وما زالت في ثورة توقعات شخصية، من لم يكن له عمل يريد أن يعمل، من لم يكن له مسكن يريد أن يبحث وأن يحصل على مأوى. ثورة التوقعات معنى في المجتمع بتقابلها فجوة واسعة للغاية بينها وبين ما يقدم لهؤلاء، لم تتحسن ظروفهم المعيشية بل هي تعود إلى الوراء. انقسام مجتمعي بين أنصار الفرق السياسية المختلفة تحول إلى انقسام إقصاء وانقسام إلغاء. أنت مع الطرف ألف فأنت بالتأكيد ضد الطرف باء، أنت مع الطرف ألف فالطرف باء يتحول إلى خائن ويتحول إلى طرف لا يبحث عن المصلحة الوطنية ويخون في المظاهرات والمسيرات السلمية. انقسام مجتمعي أيضا بين من يملك ومن لا يملك، وهذه مسألة خطيرة للغاية. وعلى الجميع أن يدرك أن المشهد الآن على الأرض لا تحركه الطبقة الوسطى المصرية التي حركت ثورة 25 يناير. المشهد الآن تحول لصالح طبقات أخرى في التركيبة المجتمعية، طبقات محرومة، طبقات مهمشة، طبقات عانت الأمرين خلال الفترة الماضية وما زالت تعاني. المشهد به انقسام أيضا بين من يملك ومن لا يملك. فالعنف على هذه المستويات الثلاثة، تفتت الدولة وتراجع أداء مؤسساتها وقدرتها على أداء وتقديم المنتظر منها، السياسة العاجزة ويتحمل المسؤولية الجميع حكما ومعارضة، هذه مساحة أصبحت عاجزة ذات أدوات محدودة للغاية، وعنف إزاء حالة من الانقسام المجتمعي، من يملك ومن لا يملك، من مع ومن ضد، هنا الطرف الصالح هنا الطرف الطالح. وهذه الظاهرة الممتدة التي تصل إلى حد التهديد الذي يشعر به المواطن الذي يرى أن أسلوب حياته مهدد، أنه لا يستطيع أن يعيش كما يرى، أو أنه يتوقع أنه ربما لن يتمكن من أن يعيش كما يريد أو كما يرغب في هذا الوطن. فعلى هذه المستويات الثلاثة أعتقد مقاربة ظاهرة العنف تكون موزونة. دكتور حلمي نفس السؤال يا سيدي. شكرا استاذ عماد. اسمح لي دكتور عمرو انا هختلف مع حضرتك النهارده بشكل واضح. ثلاث اسباب اللي حضرتك اشرت اليهم في تحليل ظاهره العنف: تراجع الاداء على مستوى المؤسسي والحكومي، السياسه العاجزه من طرفي المعادله السياسيه الحكم والمعارضه، ثم الانقسام المجتمعي. هل ترى حضرتك ان اي من هذه الظواهر الثلاثه هو علاجها العنف؟ حضرتك بتقول وكان هذه اسباب اججت العنف او ساهمت في دفع العنف، تمام؟ او من قوسين ده كلام انا كانها تبرر العنف. لا 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 يا دكتور حلمي عفوا، لا انا لا اسمح بهذا. لا انا احلل ولا اتحدث عن تبرير، فارجوك افصل افصل بين المساله. زي انت ليه كده بسرعه؟ اصل النهارده مش هادي ابدا من اول ما لا 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 انا هادي تمام. انت مش هادي. لا 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 بس سيبني اقول بقى دكتور عمرو. انا لسه بقول بسم الله. لا اقول يا عم، انا قلت اقول ده، قلت رايي، قلت بين قوسين كلامي انا. انت حضرتك ما لاحظتش الكلام، قلت لك وبين قوسين كلامي انا. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. لا فارجو حضرتك ان لا تراجع الاداء ابدا يكون سبب للعنف ولا تبرير للعنف، ولا يفهم ان العنف هو علاج لتراجع الاداء، ولا ابدا السياسه العاجزه التي يعاني منها المجتمع لا يمكن ابدا لا تكون مبرره ولا تكون سببا ولا يكون علاجها العنف مطلقا. ولا انقسام المجتمع، انا ضد القيمه دي، كلمه غير موجوده بالمناسبه. الانقسام الحادث ليس انقسام مجتمعيا، ده انقسام على مستوى نخبه، على مستوى اهل السياسه، كل له راي، وكل راي وكل اهل راي يحاولون ان يجدوا انصارا لهم في المجتمع، وبضدها تتميز الاشياء. يوم الجمعه كان في ناس يقول لا احنا معا ضد العنف، وعملوا المسيره والتظاهره والتجمع، لم تحدث حاله عنف واحده في هذا التجمع، رغم انه اكبر عددا واكثر من اي تجمع حدث في نفس اليوم عند قصر القبه او عند فين او فين.
هنا لا، ده مش انقسام مجتمعي، لا دي قوة تعمل، هناك قوة تعمل لتنبذ العنف وترفضه، وقوة أخرى تؤجج وتحرص على العنف لسبب بقى واضح جدا بعيدا عن هذا التحليل السياسي تماما الذي أرفضه تماما. اللي على الأرض تحديدا هناك مجموعة كبيرة جدا تقول نريد بناء مؤسسات، وبناء مؤسسات ينطلق إلى شيء من الهدوء النسبي حتى تجري الانتخابات، وناس هناك أبدا ما نعملش انتخابات أبدا في ظل هذا الأمر، لابد أن نوقف الانتخابات حتى لو بالعنف. بيرجعوني تاني للمشهد اللي شفناه حتى أيام الحكم العسكري، المجلس العسكري أما جات انتخابات مجلس الشعب اسمك ازاي في انتخاب لما جت احداث محمد محمود ومجلس الوزراء ومسبيرو، ازاي انتخابات في هذا الجو وتمت الانتخابات؟ نفس السيناريو بيتم يا استاذ عماد في محاوله تاخير الانتخابات. الذي له مصلحه في تاخير الانتخابات بوضوح شديد كلمه واحده وقولا واحدا، هو الذي لا يستطيع، وده كلام بقى اللي انا يمكن اوافق عليه مع الدكتور عمرو، الذي لا يستطيع بناء قواعد شعبيه. الصح نعمل قواعد شعبيه عشان بيجي الانتخابات، هتيجي النهارده بكره بعد سنه بعد 100 سنه، لازم يكون ليه قواعد شعبيه. الذي يفشل في ايجاد قواعد شعبيه هيعمل الكلام ده، يعمله اما استفاده منه يبقى في ظاهره يستفيد منها، او يدعمه او يبرره. يا استاذ عماد ده احنا شفنا بنفسنا وبعينينا كميه اموال بتدفع للناس والناس ضبطت ومعها هذه الاموال، وشفنا بعينينا ناس ومعها راح المظاهره، راح المظاهره السلميه ومعها الموليتوف. مش ممكن، هذا ليس انقسام مجتمعيا، هذا تعبير عن قوى سياسيه احداها يريد استقرارا وهدوءا والجانب الاخر يريد تاججا وعنفا حتى يعطل الانتخابات. ده بشكل واضح حضرتك شايف يعني انه معسكر بالكامل في صواب ومعسكر بالكامل في خطا؟ لا انا ما قلتش كده، لا يعني انا بسال حضرتك. لا انا مش بقول كده، انا بقول هناك من يفعل ذلك. معسكر المرضى على فكره في ناس، وهتفتكر حضرتك كلامي ده، هتطلع من سله الذين يبرروا العنف ويطالبون به وهيروح الانتخابات. وحضرتك انا يعني مش عايز اقول بالاسماء، حزب كذا وكذا وكذا هيروحوا الانتخابات، وحزب كذا وكذا وكذا هيتنون يقولوا لا اللقاءات اللي احنا قاعدين نسمعها بقى لنا ايه بقى لنا 6-7 اشهر. دكتور نصر نفس السؤال يا سيدي. نفس السؤال. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا انا اتفق مع الدكتور معتز في هذا الطرح اللي طرحه وتوصيف الوضع على الساحه وهذه الفجوات بالاسلوب الجميل اللي احنا اعتدناه من الدكتور معتز. هي فعلا احنا قبل ما نتكلم عن ظاهره العنف احنا بنتكلم عن اسباب العنف. الاسباب دي مش سبب واحد او اتنين او جهه او جهتين، لا هي عده اسباب، ومن ضمنها اسباب قديمه واسباب حديثه. من ضمنها اسباب قديمه اللي هي الرواسب اللي موجوده عند الكثير، هذه الرواسب اللي ادت الى انعدام الثقه بين الجميع، فاصبح في اصبح الشعب بيعاني او اصبحت الامه بتعاني من حاله من انعدام الثقه بين الجميع. يعني حتى في وسط الاطراف نفسها بقى في انعدام ثقه باي شكل من الاشكال. ممكن انعدام ثقه كامل بين اطراف النزاع، وبرضه انا ما احبش ان انا احب يعني الفت النظر اني مش عايزين نختزل المعارضه في جبهة الإنقاذ، لا المعارضة أوسع من ذلك. كل الأحزاب اللي موجودة على الساحة معارضة كلها، حزب نقل التنمية حزب معارض، بس احنا طريقة معارضتنا لمؤسسة الرئاسة لها منهجية ولها أسلوب ولها طريقة احنا بنعتبرها هي معارضة البناءة. احنا بنعارض بنقول لمؤسسة الرئاسة أخطأتي في كذا والبديل، ونعرض البديل وبديل مكتوب ونسلمه للرئاسة، لكن بدون تصحيح، بدون تعكير لصف الجو العام، بدون إثارة للمشكلات، بدون تصريحات نارية. ودي من ضمن أسباب ظاهرة العنف، من ضمن أسباب العنف تصريحات كثير من القادة اللي دخلوا في المعارضة، وأخص بيهم الإخوة في جبهة الإنقاذ، كان ليهم تصريحات نارية، كان ليهم تصريحات تأجيجية أججت العنف، كان ليهم نوع من أنواع حض الشباب بشكل معين أو استغلال الحالة اللي وصل ليها عدد
من الشباب وهو عدد كبير من الشباب اللي شارك في الثورة، عدد كبير جدا شعر بإحباط زي ما قال الدكتور معتز، كانوا منتظرين في يوم من الأيام بعد انتهاء ثورة يناير ينتهي التهميش اللي كانوا مهمشينه في عهد مبارك المخلوع، كانوا منتظرين ان العدالة الاجتماعية هتيجي، كانوا منتظرين ان هيجد مسكن كريم ووظيفة كريمة تليق به في هذا المجتمع، كانوا منتظرين حاجات كتير جدا، فجأة لم يجدوا هذا الأمر. فعلا أخطأت مؤسسة الرئاسة، ودي برضو من ضمن الأسباب، ولكن احنا لما نقول أخطأت مؤسسة الرئاسة بنقول ان في أسباب، يعني أولويات في الأسباب أو في درجات في الأسباب، في أسباب عند مؤسسة الرئاسة لكنها تختلف عن الأسباب الحض على العنف. احنا لازم نكون عارفين ان أي مؤسسة للرئاسة أو أي حكومة تأتي بعد ثورة لابد أن نعلم علم اليقين أن هذه المؤسسة يصعب عليها أن تحقق طموحات الشعب، وده أمر منتهي وأمر متفق عليه عند الجميع، لأن مؤسسة جاءت بعد مرحلة انهيار، بعد فساد في المؤسسات، بعد عدم وجود مؤسسة واحدة تقف على أقدامها تصلح أن تكون عمادا للسلطة الجديدة اللي بعد الثورة. كل هذه الأسباب بتدعو الجميع أن يتكاتف للقيام والنهوض بهذه المؤسسة، حتى وإن اختلفنا معها في الرؤى، حتى وإن اختلفنا معها في الآليات اللي هتحقق بها هذه الرؤية. وبرضه هرجع أقول خطأ تاني لمؤسسة الرئاسة، إن ودي ساعدت على وجود عدد من الناس يشعر بالإحباط ويشعر أن ممكن أي حد يحركه للعنف وأي حد يدفعه للعنف، زي أن أنا أحس أن أنا ما فيش رؤية معينة طرحت علي من مؤسسة الرئاسة، وما فيش آليات لتحقيق هذه الرؤية، ما عنديش رؤية معينة أن أنا أخرج من أزمة لتحقيق جزء من العدالة الاجتماعية. وعدم وجود هذه الرؤية، وحتى وإن يعني عشان ما نظلمش مؤسسة الرئاسة وما نظلمش الحكومة، في بعض المشروعات حدثت على الساحة لكنها ليست بالمأمول ولا بالمطموح الذي يطمح إليه الشعب. زي الشباب شعر بهذا التهميش، شعر إن ما فيش عدالة اجتماعية، وبالتالي تم استغلال هذه الحالة من الإحباط اللي عند الشباب، بدل ما نحض الشباب على الصبر، بدل ما نحض الشباب إن يكون له يساهم في الرؤية ويساهم في البناء، استقطبنا هذا الشباب بالتصريحات النارية، واستقطبنا هذا الشباب مع وجوده دايما. لما تبقى فيه مظاهرة أستاذ عماد دايما بيبقى سهولة تسخين أجواء المظاهرة بتبقى سهل جدا، يعني مع الهتاف وسخونة وسمو المشاعر وارتفاع الأصوات وكذا، ممكن لو واحد عمل رمى طوبة بيلاقي 30 واحد بيدور على طوبة عشان يرميها كمان، ودي معروفة في 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 المظاهرات. لذلك احنا دايما بنقول اللي بيدعو للمظاهرة لازم يحرص على ان ما يساهمش او ما يساعدش البلطجة انها تدخل في هذه المظاهرة، وده اللي احنا بنعمله دايما ونبقى حرصين عليه كتيار اسلامي. لما بننزل او معانا تيارات وطنية كثيرة لما بننزل الى الساحة لابد ان نكون حرصين على الا تستغل هذه التجمعات بعمل بلطجي او عمل حاجات من هذا القبيل. بعد الاستراحة الاعلانية حدث كلام ثم حدث تعقيب، ممكن نسمع تعقيب على التعقيب بعد الاستراحة، تابعونا على الهواء مباشرة.